سيف بروسيا مونش جلادباخ هو فريق معروف في مصر وواحد من اهم الفرق في المانيا. قول لي بدات ازاي معاهم وبدات كرة ازاي اصلا وعديت على كام فريق او كام نادي قبل ما توصل لبروسيا مونش جلادباخ؟ اولا السلام عليكم. اهلا بيك. انا بدات وانا عندي تقريبا 3 سنين بدات عندي يعني في فرقه جنبنا اسمها اس اس راينكامب. بعد ما كملتش سنتين او سنتين ونص رحت على فوف بي هومبك برضو فريق صغير عندنا. ومن فوف بي هومبك ما كملتش سنه رحت على ام اس فو ديسبوك. زمان كنت عندي كام 6 سنين تقريبا. زمان كانوا بيلعبوا درجه ثانيه في المانيا. لعبت سنه في ديسبوك وبعدين من ديسبوك نقلت على مينشن جلادباخ ودلوقتي بقى لي 11 سنه بلعب في مينشن جلادباخ. بس بتلعب مركز ايه؟ خط وسط 6 او 8. ستة او 8. حضراتكم عرفتوا يعني 6 و8 دي عشان مش محتاجين برضو نشرحها بس اشرحها لكم تاني. يعني 6 كده مثلا اللي هو طارق حامد مروان عطيه، 8 اللي هو امام عاشور عمرو السوليه، يعني عشان تعرفوا المراكز في الملعب عامله ازاي. الراجل ده بقى مغطي نص الملعب كله يعني. طيب